الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي وزير الأوقاف، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء أن أحيي كل أحد باسمه لأني لا أستطيع ذكر جميع الأسماء، ولكن بيني وبين الجميع شرف ونسب، وهو خلافتنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل أمانة الدعوة خلافة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، فهذا هو الشرف. وأما النسب فهو في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا الملتقى الذي اجتمعنا من أجله لنضع بعض القواعد المتعلقة بالعنوان الذي تم اختياره من قبل الوزارة، وهو اختيار موفق والحمد لله. يدعوني في البدء إلى أن أقول كلمة موجزة، لأني لن أقدم لمن يتحدث ولن أعقب على من تحدث مراعاة لضيق الوقت. ولهذا أقول في هذه التقدمة: إن نعم الله لا تعد ولا تحصى على الإنسان، وأنها تنقسم إلى نعم محسوسة وتتعلق بالجماعات وتتعلق بالأمم. كل ذلك أدلته واردة في القرآن، والوقت لا يتسع لذكر الشواهد. ولكن الذي أريد أن أشير إليه أن القرآن قد أخبرنا أن الأفراد والأمم والعوالم أمام نعم الله أحوالها متفاوتة، فمن الناس من يوظف نعمة الله لشكر المنعم على نعمته، وهذا يستجلب الشكر، ومن الناس من يسيء استخدام النعمة فحق عليه العذاب. وقد أشار القرآن إلى أحوال أفراد كقارون، وإلى أحوال أمم فكلا أخذنا بذنبه، وإلى أحوال عوالم، والوقت كما قلت لا يتسع لمثل هذا البيان. ولكني أشير إلى أن من نعم الله علينا أنه يسر الأسباب لاكتشاف وسائل تبلغ حدا في الكثرة تيسر السبيل للتواصل بين البشر. هذه الوسائل التي أذن الله بميلادها في الوقت الذي قدره، لأن كل كشف علمي هو ميلاد لهذه الحقيقة العلمية التي أذن الله لها أن تظهر، سواء أظهرت على يد مسلمين أو غير مسلمين. ولكن شأن المنتج العلمي أنه يخدم أكثر البشرية إن أحسنت استخدامه، كما أن البعض أيضا يسيء استخدامه، ومن ذلك ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي من الكشوف العلمية الحديثة التي أحسن البعض استخدامها. وأنا لا أنكر أن بعض المسلمين قد أحسن استخدامه، فعندنا مواقع خاصة فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عندنا وسائل عدة للكشف عن الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية، عندنا من أحسن استخدام هذا الفضاء، وعندنا في الوقت نفسه من أساء إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى إساءة استخدام الفضاء الكوني، لم يرع إلا ولا ذمة. وبدلا من أن يشكر الله على هذه النعمة
فإذا به يسيء استخدامها فحق على بعضهم قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذه الوسائل تحتاج إلى معايير تتفق عليها البشرية، وإن وضعت بعض المعايير إلا أن كثيرين لم يلتزموا بها على وجه الإطلاق. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسة المتعلقة بهذا العنوان: أخلاقيات التعامل مع الفضاء الكوني. هل هذه الأخلاقيات نضعها لأنفسنا، أم نضعها لنقدمها للعالم، أم نضعها لنشارك بها في مؤتمرات أخرى لنقول قال أئمة الإسلام كذا، فماذا أنتم قائلون يا أتباع الأديان أو منكر العقائد والديانات؟ هذا ما يتجلى في هذا اللقاء إن شاء الله. نقطة البدء في هذا اللقاء من الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمود صدقي الهباش. وقد رتب أعضاء المجلس أو القائمون على شأن هذا المؤتمر الأسماء والمواقيت، فمن أخذ الدقائق السبع فقد وقف عند حد، ومن جاد بشيء منها فهو في ضوء قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن أراد أن يتجاوز الحد فهو أكبر من أن أقول له قف عند حدك، فكلنا في الأصل قدوة، وينبغي أن نضرب المثل بالالتزام في كل شيء، لأن الدقيقة الواحدة عندنا تبطل عبادة يوم كامل. لو تناولت طعاما مع الآذان أو بعده، لو أني على يقين من أن آذان المغرب لا يزال عند عنه دقيقة، وأكلت أو شربت عامدا متعمدا، فقد أضعت عمل يوم. فلا أريد من أحد أن يضيع عمله بأن يتجاوز الوقت المحدد له، ولكن إن جاد ببعض الوقت فهو في دائرة الحل، كمن نوى الصيام قبل الفجر بساعتين مثلا، فلا ضير. على بركة الله نبدأ. أستاذ دكتور محمود صدقي الهباش فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن عمل بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أولاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً، وإلى وزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها معالي الأخ الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذا اللقاء وهذا المؤتمر الذي يمثل فرصة لنا جميعاً للتلاقي والتشاور وتبادل الآراء وتبادل المعلومات وتبادل الآلام والآمال التي هي أمر جامع لنا جميعا نجتمع عليه، ونترجم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك أشكر رئيس الجلسة الدكتور بكر زكي عوض الذي أعرفه منذ سنوات عدة، وأتشرف بهذه المعرفة. شكرا. وأعتز أيضا بالزملاء الحاضرين في هذه الجلسة وبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني أو مع وسائل التواصل الاجتماعي هي ذات الأخلاقيات التي تميز المسلم والمؤمن، الأخلاق التي ترافق
المسلم في حله وترحاله، في كل شأنه، في كل أمر يقوم به، يضع نصب عيني أولا رضا الله عز وجل والتزام منهجه واتباع هديه والانتهاء عما نهى. هذا هو الإطار العام للسلوك عند أي مسلم ومسلمة، مع التواصل الاجتماعي، مع غيرها، مع الفضائيات، مع الكتابة، مع الإذاعات، مع كل السلوك الذي يسلكه المسلم، أخلاقه المنبثقة من تعاليم الإسلام، المنضبطة بتعاليم الإسلام، المشيدة المحددة بهذه التعاليم الربانية، ترافقه في حله وترحاله في كل شأنه، منطلقا في هذا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المؤمن دائما بما في ذلك في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام الأدوات الإلكترونية في تبليغ رأيه أو في عرض موقفه أو في بسط حجته، دائما يكون منضبطا بهذا المبدأ، بهذا الإطار: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. النية أولا، النية يجب على كل واحد فينا، وهذا أمر خفي ربما لا يظهر وليس من شأن أحد أن يفتش عنه، لكن أنا كمسلم إذا أردت أن أستخدم هذه الوسائل فلأسأل نفسي أولا عن نيتي، عن قصدي، ثم بعد ذلك المصداقية، ما أكتبه أو ما أنشره أو ما أقوله أو ما أضعه في هذه الوسائل يجب أن يتحلى بالمصداقية في أعلى مراتبها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف وأنتم جميعا تعرفونه، لكن نذكره تبركا وتذكيرا: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا جزء من الحديث النبوي الشريف في هذا الإطار. إذن المصداقية تميز المسلم حتى في خصومته مع عدوه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلو رأيت في خصمي حسنة فعلي أن أعترف بها وأقر بها وأتعمل على هذا الأساس، وأن لا أفتئت عليه ولا أفتري عليه وأنسب له ما ليس فيه. فهذا ليس من شأن المسلم وليس من شأن المؤمن. فالعناصر بدون شرح، يعني نأخذ العناصر الرئيسة بدون شرح، إذن هي تكون عمد للموضوع. النية السليمة، النية الخالصة، المصداقية في العرض، في القول والفعل، النزاهة والترفع عن صغائر الألفاظ وصغائر المواقف، العدالة حتى مع العدو ومع الخصم، وأيضا أخيرا العموم والشمول، أن يكون استخدامنا لهذه الوسائل شاملا في كل مناحي الخطاب الديني أو الخطاب الإسلامي الذي نقدمه للناس، حتى نستطيع أن نكون مطمئنين إلى أننا عرضنا الإسلام كما ينبغي، مش اجتزاء ولا انتقاء، وإنما عرض شامل كامل يعرض
طبيعة الإسلام كما هي وليس كما يتخيلها بعض الناس، إنما كما وردت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الوقت طبعا لا يسمح بأكثر من ذلك. نعم، شكر شكرا الله لكم. شكرا الله فيك. شكرا. إذا بارك الله في القليل صار كثيرا إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك لك فيما قدمت. يعني بارك الله فيك. تفضل يا دكتور أحمد الحسني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كل الشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية ممثلة برئيسها وحكومتها وشعبها، وبوزارة الأوقاف ممثلة بوزيرها المكرم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وكل الإخوة والأخوات القائمين في هذه الوزارة والقائمين على هذا المؤتمر المبارك. والشكر كذلك موصول لسعادة رئيس الجلسة ولأصحاب المعالي والسماحة والفضيلة الإخوة المتحدثون حول هذا الموضوع الهام. وحتى لا نطيل وندخل في الكلام مباشرة، أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني حقيقة اليوم هي من أهم المسائل التي تؤرقنا كمسلمين. أهم شيء يؤرق المسلمين اليوم وأهم خطر واقع على أبنائنا وشبابنا ونسائنا حقيقة هو الاستخدام الخاطئ بعدم أخلاقية الاستخدام لهذه الوسائل. قديما كان للمجالس أخلاق، هنالك ضوابط وأخلاق تضبط مجالسنا. حينما نلتقي مع بعضنا البعض في بيوتنا، في شوارعنا، في مؤسساتنا، في أسواقنا، هنالك ضوابط معينة كنا نتبعها من غض البصر وعدم الاختلاط وعدم السب والشتائم لبعضنا البعض لأننا مواجهين لبعضنا البعض. أما اليوم وقد صار لقاؤنا عن بعد، صار تواصلنا عن بعد، عندئذ أنت لا تعرف مع من تتواصل، ولا تعرف مع من تتحدث، ولا تعرف من الذي قام بمشاركة منشور لك أو بتعليق على منشورك، من الذي دخل على صفحتك وأذكر فيها شيئا ربما تخجل منه أو تستعر به. ولذلك صار لابد علينا كمتعاملين مع هذه الوسائل أن نكون لنا أخلاقا سامية، وأن نعلم أولا أننا إذا كنا لا نستطيع أن نواجه بعضنا بعضا اليوم في الدنيا فإننا سنواجه بعضنا البعض عند الله تعالى في الآخرة. أنا اليوم قد أستطيع أن أسيء إليك، وقد أستطيع أن أغتال شخصيتك، وقد أستطيع أن أدلس عليك وأن أكذب على لسانك، وخاصة مع تطور وسائل الذكاء الاصطناعي التي ربما يستطيع شخص أن يصورك حقيقة بجسدك وصوتك ويقول على لسانك ما لم تقله. ينبغي أن نستحضر الأخلاق التي أراد الله تبارك وتعالى منا أن نستحضرها عندما نتحدث ونتكلم. الله تبارك وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة، كل شيء ستتكلم به، وإنما سيكون هذا رهينة عليك يوم القيامة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبين الله تبارك وتعالى لنا في العديد من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة كيف يمكن أن ننتهي عن هذه الأخلاق السيئة، فقال ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقال الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ف
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اليوم أنت إذا نشرت منشورا واحدا في خلال ثواني سيصل إلى ملايين الناس، ولو حاولت حذفه لن يحذف. كم من الناس الذين تأثروا بمنشورك سواء إيجابا، ونسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن تكون كل منشوراتنا وتعليقاتنا ومشاركاتنا على هذه الوسائل إيجابية، لكن إن كانت سلبية هذه السلبية ستبقى في صحيفة أعمالك ولو مت بعد عشرات من السنين. في السابق كان يموت، إذا مات الإنسان مات معه خيره وشره، لكن اليوم إذا مات الإنسان لن يموت معه خيره وشره. كل الخير الذي وضعته على هذه الوسائل سيبقى موجودا لأولادك وأحفادك وأحفاد أحفادك، وكل الشر الذي وضعته سيبقى موجودا أيضا إلى سنوات طوال. علينا أن نستحضر رقابة الله تبارك وتعالى قبل أن نفعل أي شيء، وإذا جاءنا باطل فليقف الباطل عندنا ويكون نحن آخر من وصل إلينا الباطل. هذا يعني رئيس الجلسة لا زال يشير علي، فأنا لا أريد أن أطيل، أكتفي بما ذكرت لأن الموضوع حقيقة يحتاج إلى مؤتمر كامل. أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل هي بحد ذاتها كل خلق منها يحتاج إلى مؤتمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد الحسنات، أمين عام دار الإفتاء بالأردن. الكلمة الآن لفضيلة الدكتور سليم علوان، وهي باللغة الفرنسية وإن شاء الله الترجمة. الدكتور سليم، عفوا، طيب معلش معذرت، لكن أنت في أستراليا تستطيع أن تحدثنا أيضا بلغة أجنبي، خلاص هو يتحدث بالعربية فضلا من الله هنا، فتفضل يا دكتور سليم على بركة الله. أستراليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى ربنا وسلم وبارك على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها السادة الحضور، فردا فردا كل بجميل اسمه وكريم وصفه، نتوجه بالشكر الجزيل إلى سيادة الرئيس الجمهورية على كل ما فعله من خير، وإلى معالي وزير الأوقاف واللجنة المنظمة على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا المؤتمر، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، إنه على ما نسأله قدير. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشايخ والسادة، هذا الموضوع في هذا اليوم صار من الموضوعات المهمة، فلا بد للمؤسسات الدينية العريقة المعتدلة أن تلج هذا الأمر وأن تدخل فيه، وأن لا تترك موضوع الإنترنت بكل تشعباتها للمتطرفين ولأمثالهم. فلذلك نناشد عبر هذه المنصة كل العلماء الصادقين والمشايخ العاملين والمؤسسات الدينية المعتدلة أن تدخل هذا الخضم، لتكون هذه المؤسسات وهؤلاء المشايخ دعاة خير لشباب المسلمين. وإلا إن تخلينا عن هذه المنصة معناه سنترك المجال للمتطرفين وأعوانهم من إفساد الشباب وإحلال الخراب في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. لذلك نقول
وإن تأخر في الماضي بعض المؤسسات الدينية في الولوج في هذا الباب لسبب ما، قد يكون اقتصادي أو عدم فهمهم للواقع أو ما شابه ذلك، فلا ينبغي أن نبقى في تأخر عن هذا الموضوع، بل ينبغي أن ندخل بقوة ونناشد أكثر من مرة هؤلاء الصادقين أن يلجوا هذا الباب، حتى لا يدع مجالا للمتطرفين من أن يفترسوا شباب المسلمين وأن يخربوا البلاد. لذلك أنبه على بعض الأمور السريعة. من ضرورة التأكد من موثوقية المعلومة والتثبت من صحة المصادر والمراجع ومصدرها الحقيقي، التحقق من المواقع الإلكترونية الرسمية العائدة إلى المؤسسات الدينية العريقة المعتدلة، لا سيما وكلنا يعرف أننا أحوج ما نحتاج عبر هذه المنصات أن نوصل المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية والفقه وكل تشعبات وعلوم الدين. لأنه اليوم مثلا خطيب الجمعة مهما كان بليغا لن يصل صوته إلى أناس تصل الإنترنت إليهم. عبر الإنترنت يصل الخبر إلى المئات بل إلى مئات الملايين، بينما لا يصل صوت الخطيب إلى هذا الحد بالمرة. لذلك ينبغي أن نغتنم ذلك وأن نتوحد في إيصال المعلومات الصحيحة، لا سيما العقيدة السنية التي يحمل لواءها الأزهر الشريف منذ أكثر من 1000 سنة، وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين وجامعات أهل السنة والجماعة في كل أنحاء المعمورة، إنقاذا للشباب وحماية لهم من الأفكار المتطرفة وحماية لمجتمعاتنا وحماية لبلادنا وبلاد غير المسلمين، لا سيما نحن الذين نعيش في بلاد الاغتراب نعاني من هذه الأفكار الفاسدة التي تصل عبر الإنترنت إلى شباب نشأوا في أستراليا مثلا، عاشوا في أستراليا مثلا، وصلت إليهم الفتاوى الفاسدة عبر هذه المنصات الإلكترونية، فأفسدوا وشوهوا سمعة ديننا ونفروا أناسا كثيرين من هذا الدين العظيم. تصل إليهم بعض الأفكار: أنتم تعيشون في أستراليا وهذه دولة غير مسلمة، حلال لكم أن تسرقوهم وأن تأكلوا أموالهم وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله تعالى. لابد من التصدي إلى هذه الأفكار. حتى طلع في أستراليا أولاد نشأوا ولدوا في أستراليا وعاشوا في أستراليا، بعد فترة سمعناهم صاروا مع داعش، بعد فترة صرنا نسمع عم يكفروا آباء أمهات وعم يكفروا المشايخ وعم يكفروا مشايخ الأزهر علنا. لذلك لابد من التصدي إلى مثل هذه الترهات بالتوحد بوحدة الصف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر عبر هذه المنصة أن نهتم بصحة المعلومات، أن لا ندخل إلى أي موقع إلكتروني إلا بعد التأكد من صحته، وأن نعلم شبابنا وبناتنا هذا الأمر. هذا ما أردت أن أقوله، وإن كان مختصرا ضمن موضوع الأخلاقيات التي ينبغي أن يتعاطى بها المفتي والإمام والشيخ والمؤسسات الدينية، إيصال المعلومات الصحيحة والتصدي لكل المواقع المشبوهة. ينبغي من المؤسسات الدينية أن تعلن: هذه منصة خير ادخلوها، وتلك منصة شر لا تدخلوها، من غير خجل، حماية لأولادنا، حماية لمجتمعاتنا، ودفاعا عن ديننا العظيم. أقول هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكر كل الشكر أستاذ الدكتور سليم علوان. الآن مع فضيلة الشيخ سنزيز باي شوقانوف من كازاخستان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. أصحاب المعالي السادة وسادة الباحثون الخبراء، حضرة ضيوف زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه من دوائر سروري أن أرحب بسيادتكم جميعا في عام المؤتمر. إن جمهورية مصر العربية تفتخر دواما باستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة، ونحن اليوم نشهد إنعقاد هذه الأحداث البارزة على الأرض كنانة. أيها الأخوة الكرام، إن أخلاقيات التعامل مع الفضائل الإلكترونية تعتبر من الأمور الهامة جدا، إذ تأتي الأهمية من الوسيلة التي يتم التعامل عبرها. والتعامل مع الفضائل الإلكترونية له أخلاقيات، منها أولا احترام الخصوصية. من آداب التعامل على الإنترنت ابتعاد عن نشر الأمور الخاصة أمام العامة أو محاولة التجسس أو التعرف على الأمور الخاصة لشخص آخر. ثانيا الحرص على مراقبة الذاتية. إن الإنترنت بطبيعته يجعل الإنسان من الممكن أن ينتقل خلقه بدون التفكير أو وعي كامل منه، وهذا الأمر في غاية الخطورة. ثالثا الالتزام بالمبدأ الصدق والأمانة. إن تحرير الصدق واجب على المتواصلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سائر أحوالهم وأفعالهم، فلم يقتصر مفهوم الأمانة في الشريعة على الالتزام الفرائض والحسب، بل تعدى إلى الالتزام الصدق والنقل أخبار مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من نقل كل ما يسمع بقوله: كفى بالمرء كاذبا أو يحدث بكل ما سمع. رابعا التثبت من معلومات عند نشرها. على الإنسان أن يتثبت في نقل ما يقرأ أو يسمع من أخبار ومعلومات، أن يتحقق من صحة ما يعرض بمهمات التواصل مقتديا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأخصاه. أوصي حضور الكرام أولا بالعمل على تحسين أداء أنظمة الكشف عن تسلل في الفضائل الإنترنت الإلكترونية. ثانيا الكشف عن حجمات إلكترونية التي لم يسبق وقوعها باستخدام متخصصين في هذا المجال عن طريق الخوارزميات والذكاء وما توصل إليه التكنولوجيا الحديثة. في الختام أسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا على خدمة دينه بكل ما يتطلب ذلك من وسائل، آملا أن نتمكن من أن نجد ضوابط في استخدام كل ما هو جديد من وسائل يصبح عالمنا هذا أكثر وأكثر رباطا، أن نقدم إفراد مجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله مستقبل لهم من أمال وطموحات. أتمنى لكم مزيدا من نجاحات وتوفيق في عمل هذا المؤتمر الذي نرجو أن توصل قراراته وتوصيلاته إلى مسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا من أجل توفير الحياة الكريمة يملأها رخاء ازدهار لشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ سانسيز باي. الكلمة الآن الأستاذ الدكتور موسى عمر، فليتفضل. نعم. الأخوة المترجمين. المترجمين. Je vais parler en français. السلام عليكم. Je vais aborder ce problème d'un autre angle. Un angle opérationnel. Quand j'ai reçu l'invitation du gouvernement égyptien, la première action que j'ai menée, c'est de rencontrer Madame le ministre en charge des télécommunications. Tarjama. Rakam kam fi tarjama. Taraddud ala rakam 2.
لإخوة المترجمين. أوكي. تردد على اثنين. واحد. تفضل يا دكتور. تفضل. حاضر. Je disais que quand j'ai reçu l'invitation du ministère de Aoukaf, la première action que nous avons menée, c'est de rencontrer deux ministres de la République, et le ministre en charge de la télécommunication, parce qu'en réalité, je ne comprenais pas moi-même le sujet. Deuxième, c'est le ministre de la Communication, pour deux raisons. D'abord, comprendre et transmettre. La deuxième raison, c'est que, après tout ça, après que je sois venu au Caire, où j'ai appris tout ça là, j'ai fait comment, on fait comment. Je ne suis pas le seul Camerounais ou le seul musulman Camerounais. Il y a les imams qui doivent connaître ce qui se passe. On s'est donc entendu que, après les résolutions du Caire, nous allons organiser au Cameroun un séminaire des imams du Cameroun pour restituer ce que nous avons appris en Égypte. La deuxième chose, c'est que le 13 et 14 juillet 2023, nous avons organisé au Cameroun une conférence internationale de 25 pays où on est sorti avec l'importance de formation davantage de nos imams et prédicateurs au Cameroun. En compagnie de UNFPA et du gouvernement camerounais, nous avons décidé que nous allons prendre 30 imams et prédicateurs pour les envoyer ici au Caire pour une formation de formateurs. À la suite, ils viendront former les autres imams au Cameroun. La Oumma islamique, l'Afrique fait partie de la Oumma islamique. Et ce problème dont nous discutons, c'est un problème global. La solution doit être globale. Nous venons chercher la synergie. Et donc, comme on m'a donné 5 minutes, je crois que j'ai déjà fait 3 minutes. J'aurais souhaité que le ministre soit là, malheureusement pour moi. Donc, en réalité, moi, je vois le côté opérationnel et côté de la vie de cette conférence au Cameroun, dont nous allons relayer à travers les médias à partir d'aujourd'hui à 17h. Et après, on va organiser des séminaires pour restituer aux imams et prédicatrices ce que nous avons appris. Monsieur le Président, Ndaït, Monsieur le Président, Saïd Raïs, Ouassil ou la Ndaïna? Khamsa daqaïk kaman. Ok. Et la jeunesse musulmane, que ce soit au Cameroun, en Égypte, a un problème des responsabilités et un problème à la fois de précarité et à la fois de ce donc qui nous a amené ici. La plupart du temps, tout le monde est sur son téléphone. Une seule seconde, quelqu'un peut donner une information qui peut détruire tout un pays. Donc nous pensons que tant que nous ne formons pas davantage les imams, parce que la responsabilité vient d'abord, incombe d'abord aux imams et aux prédicateurs. C'est les imams et les prédicateurs qui orientent les fidèles. Donc nous, à notre niveau, on s'est dit que tant que l'imam lui-même, tant que le prédicateur lui-même n'est pas au niveau de l'information, il ne peut pas encadrer les fidèles. Donc chaque fois que nous venons ici, en réalité, c'est pour apprendre et pour donner aussi des informations de la vie d'une partie de la Oumma qui est l'Afrique. Je vous remercie. Je vais finir avec le remerciement particulier au ministre de Wak,
au regard de son caractère à la fois dynamique et proactif. Évidemment, quand on parle de ministre, on ne peut ne pas finir sans parler du président de la République, Abdel Fattah Sissi, un qui a permis que ses assises soient sous son haut patronage, en plus pour l'impulsion, pour le développement, donc l'impulsion du développement de son pays. Qu'Allah nous accompagne et merci. شكرا فضيلة الدكتور موسى عمر على يعني هذا البيان المختصر. استسمحكم أن نقضي دقيقتين مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ذكرني بهذا هو الأخ الفاضل الدكتور سانزين كازاخستان. شرفت بزيارة هذا البلد من عدة سنوات، وكنا في شهر في فصل الشتاء، قالوا لي قبل أن تأتي وضعوا لي السبيل فيما يتعلق بالملبس من القمة إلى القاع، وهو لباس يخالف عادتنا جملة وتفصيلا. لما وصلت إلى هذه الديار كانت درجة الحرارة 18 تحت الصفر، وكان الجليد يصل إلى 20 سنتيمتر. لا أستفيض في الرحلة، ولكن هذا ذكرني بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حين نريد أن نسافر إلى مؤتمر أو ندوة أو إعارة نسأل عن الرحلة والطيارة والعائد والأرض والمناخ، ونركز على كل أمور الدنيا جملة وتفصيلا. وإذا قلنا سنذهب مثلا إلى دولة ما في أفريقيا، قيل لا عائد، أنا أريد هنا، أريد إلى آخر ما يتعلق بهذا. تذكرت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين خرجوا من مكة والمدينة وجزيرة العرب حتى وصلوا إلى هذه الديار، إما سيرا على الأقدام، وإما امتطاء للدواب، وإما جامعين بين الأمرين، واستغرق ذلك منهم سنين عددا، وكلهم طيب النفس، لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما أنه مسؤول عن إيصال كلمة الله إلى سائر خلق الله. ألا ليت لنا في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نحاكيهم به؟ أعلم أن الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح يقوم بهذا وبعض الإخوة، وهو من فروض الكفاية، لكن أتمنى أن نحاكيهم في كثير من الأمور هنا وخارج هنا. الآن يقال ما ثمن المحاضرة؟ أين موقع المحاضرة؟ عند من سنلقي المحاضرة؟ ما هو العائد المترتب عليها؟ أين سأسافر؟ في أي دولة سأبتعث؟ ما الفرق بين الدخل هنا والدخل؟ لو حسبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحساب ما وصل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، ولكنهم وضعوا نصب أعينهم، قول الله تعالى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأسأل الله أن يوفقنا إلى حسن الأداء حتى نحقق مفهوم الشهادة. الآن في إطار أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، يمكن أن نفتح باب الحوار لمن أراد أن يقدم قواعد محددة، يقول أرى من الأخلاقيات كذا، أو أقترح كذا، حتى لا نخرج عن دائرة العنوان، لأننا سنجمع ما يقال وسوف أيضا نرسله إلى المسؤولين على المؤتمر ليكون في الاعتبار عند اتخاذ التوصيات. فليتفضل أولا الدكتور عمر المقداري رئيس مجلس مسلمي أيرلندا، تفضل. دكتور عمر، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أعزائي المتحدثون المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على وجهات نظركم الثاقبة
أود أن أقول بعض الكلمات باللغة الإنجليزية لأنني أجيد هذه اللغة للتعبير عن نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, thank you to the Egyptian Ministry of Awqaf for organizing this very important subject on a very important topic. The land of Egypt is the land of Al-Azhar al-Sharif, is the land of the highest seat of learning. So for them to organize a conference on this topic that is very timely is very important, and I'm very thankful for that. I think the modern means of religious discourse have evolved, as we have all seen, particularly during the COVID-19 era. One of the things that is important to understand, I think, is that this modern means of religious discourse brings with it new opportunities, of course, but also with it new challenges. Some of these opportunities are that in the world we have a global outreach, but at the same time there are certain challenges, and one of these challenges is anybody with a phone today is able to disseminate information, and young people in particular do not get their knowledge from the ulama, from the shuyukh, from the pulpit of the masjid. They get their knowledge from this device. So therefore, it is important that scholarship, leadership, make sure that they are present online. I would like to take this opportunity to commend especially Al-Azhar al-Sharif, because they have ensured that they are not just present online, but they have addressed the challenges that we are facing. There are two main things I wanted to highlight very quickly. Number one, I think all of you shuyukh, imams, you must have your presence online. I know some of you are already on Facebook. Can you raise your hands if you're on Facebook? Imam Yahya, don't be shy. Can I ask you, who is on Twitter? Alhamdulillah, we need to have all of you, Doctor, to be on Twitter, to be on TikTok. Yes, TikTok. We need you to be on all these platforms online, because you will provide authentic leadership. The second thing is we need guidance for normal common Muslims on how to engage online, have respectful dialogue, respectful authentic dialogue, and therefore we need guidelines from you. Jazakumullah khair, thank you very much. Shukran. Pardon. Man yarghab fi mudakhala? La ahad. Tafaddal. بسم الله والحمد لله. أنا فقط أريد أن الخضر عبد الباقي اسم الكريم واسم الدولة. البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية. لأن الذين تحدثوا في الأخلاقيات، وهناك فرق بين الأخلاقيات ومواثيق الشرف والقانون. الأخلاقيات مشكلتنا مع خاصة أساتذة الإعلام الذين لهم باع في مسألة التشريعات. الأخلاقيات عامة ما لها صفة إلزامية، وكذلك ميثاق الشرف. هذه مشكلتنا مع مثل هذه الموضوعات الكبيرة، مسألة الأخلاقيات. أعتقد أننا علينا أن ندفع في اتجاه الضوابط الملزمة وهي النافعة وهي الناجعة. أما الأخلاقيات ما لها صلاحية كبيرة، مجرد أسترشد بها. فبالتالي أرجو أن يكون من مقترحات أو مخرجات هذا المؤتمر موضوع الدفع تجاه صدور القوانين الملزمة مع الجهات المعنية سواء في مصر وما الدول العربية والإسلامية. وشكرا. شكرا لك. طبعا الشأن في المؤتمرات حرية الرأي وتتعدد وجهات النظر، لكن قضية أن الأخلاق عامة وليس لها إلزام، هناك من الأخلاق ما هو ملزم للجميع، هناك من الأخلاق ما هو فطري، ومن الأخلاق ما هو مكتسب، ومن الأخلاق ما هو مقنن. فإن كان فطريا فهو من المشترك بين البشرية جمعا، وإن كان من المكتسب فإما من البيئة أو من الشرائع. أما إذا تعلق الأمر باتفاقيات معينة فيمكن للخلق أن ينزل في إطار ميثاق. نحن معك في أننا نطالب بأخلاقيات، لكن قد نطالب بذلك في عالمنا العربي والإسلامي، والغرب لا يقبل منا مثل هذه الأخلاق على وجه الإطلاق.
وبعض الأخلاق نحن نؤمن بها وهم لا يقبلونها على وجه الإطلاق، وقد قننوا ما لا يتأتى قبوله قسما بالله في عالم الحيوانات في الآونة الأخيرة، ويرون ذلك يعني انفتاحا وتقدما وعدم حجر على حرية إلى آخره، بينما تنأى العجماوات عن أن تسلك هذا السبيل، وكلنا من الريف ويعي ما أقول. شكرا لك، تفضل تفضل يا سيدي دكتور عبد الله. شكر الله لكم أخي الكريم. شكرا. وأحسن إليك وإلى إخوتنا الذين أتحفون بهذه المعلومات القيمة في هذه الجلسة. ونحن نتكلم عن أخلاقيات المسلم في التعامل مع هذه الوسائل، نقول بأن الخلق سلوك، ينبثق ذلك السلوك من قناعة عند المسلم، ترسخت القناعة فيه من خلال تمسكه واستنارته بما وهبه الله من أنوار هذا الدين قرآنا وسنة، شكلت لديه اعتقادا راسخا أوجبت عليه خلقا يتعامل فيه مع هذه الحياة فيما يشاهدها أو يبصرها أو يقولها أو يقدمها للآخرين. الأخلاق تحتاج إلى دين يدفع المسلم إلى أن يكون عاصما لنفسه من أن يقع في خلل يغضب فيه ربه، وبالتالي فإن أعظم حارس لقيمنا الأخلاقية هو تديننا الصادق في مراعاتنا لربنا، ولأن عندنا كرام كاتبين يعلمون ما نفعل. فعندما ننمي في الأمة تدينها وارتباطها بربها واستعلاءها بمراقبة إلهها وعزتها بانتمائها لهذا المنهج، سنسد بابا عظيما من أبواب الإساءة في باب القيم الأخلاقية. نعم، لا بد كذلك مع القيم الأخلاقية أن يكون هناك سلطان رادع لمن يتجاوز هذا الأمر، فهما أمران متلازمان، لكن أولهما أن يكون الأخلاق نابعا من دين وعقيدة راسخة في المسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، ولا يخفى على حضرتك نحن معك، لكن الفضاء الإلكتروني ليس للمسلمين وحده، الفضاء الإلكتروني للبشرية جمعاء، ولهذا تصطلي به البشرية إن سلك يعني القائمون عليه خيرا، وأيضا تنعم به. ولذلك اللي بيتكلم عنه الأستاذ الدكتور من نيجيريا يقول يعني إحنا بحاجة إلى ميثاق شرف ملزم للبشرية جمعاء، سميه بقى قانون، سميه ننشئ محكمة إلى آخره، هذه قضية تحتاج مش على قصرها علينا، إنما نشكرها، إنما إحنا بنتمنى فعلا من الإخوة المسلمين أن يكون عندهم الالتزام الديني فيما يتعلق بهذه الوسائل. لكن ماذا نفعل فيما يوجه إلينا من الخارج؟ ماذا نفعل فيما يوجه إلينا من الخارج؟ والله ما نفعل، والله سؤال جميل. قل يا إخوتي، منذ أن بدأنا في هذا اليوم وأنا تتردد في نفسي كلمة أريد أن أقولها لإخواني العلماء وللمؤسسات التعليمية والدعوية والشرعية والجامعات ومراكز الأبحاث ووزارات الشؤون الدينية في العالم الإسلامي، أن عليه أنه يجب عليها أن تسارع في أن تملأ الفراغ في هذا الفضاء. إن لم تفعل ذلك سبقنا، نحن يجب أن تكون لدينا أن يكون لدينا تعاون بين هذه الهيئات بأكملها لكي نملأ هذا المجال. يا أخي، قبل قليل الدكتور الشريف يقول مجموع ما قدمه العرب والمسلمون لهذا الكم من المعلومات لا يساوي ما بين 4 إلى 6%، والبقية كم هائل من معلومات مفسدة. علينا أن نسارع حتى لا يتقدم في الـ في الـ في الـ في الـ
في هذه المحاكاة الإلكترونية إن لم يكن لدينا كم كبير من المعلومات الموثقة والصادرة من المجامع المأمونة والهيئات المحترمة والعاقلة والعالمة برسالتها والتي تشتغل هذا العمل بخطة محكمة حتى تزاحم في هذا الفضاء، وإلا فإن غيرنا سيسبقنا. دافعوا عن دينكم بهذه الوسائل، يعني دائرة المعارف البريطانية هي التي قدمت الإسلام سنين طويلة إلى أن فطن المسلمون أخيراً وعملوا لأنفسهم دوائر معرفية متأخرة بعد أن فعلت فيهم ما فعلت هذه المعلومات المغلوطة. يجب علينا أن تتكتل جهودنا وأن نتعاون جميعاً في مؤسساتنا، ويا ليتنا نوجد مؤسسة خاصة يجتمع عليها المسلمون جميعاً في مؤسسة موحدة مهمتها العمل على تجميع المعلومة الموثوقة وإيصالها إلى الفضاء لنقدم ديننا وبلغات متعددة حتى نبرئ ذمتنا ونزاحم في هذا المجال، وإلا فيسألنا الله عز وجل إن لم نفعل ذلك ويتحدث عنا غيرنا ويسيء إلينا غيرنا، ونحن قادرون على أن نفعل، لكن الشتات الذي تشهده مجموعة من المؤسسات العلمية في أن كل واحدة تشتغل لنفسها هذا هو العيب، وعلينا أن تتوحد جهودنا في مؤسسة واحدة مهمتها هذا الأمر. نسأل الله الجميع التوفيق. شكرا دكتور عبد الله. آخر مداخلة، آخر مداخلة. أحمد سعيد فرماوي، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف. إضافة لما سمعنا من حضراتكم والدكتور المتكلم، أقترح أن يكون من توصيات المؤتمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، إنشاء قناة تبث من أوروبا من عقر دارهم بلغتهم تنشر صحيح الإسلام، يقوم عليها المؤسسات الدينية الوسطية كالأزهر الشريف، المؤسسة العالمية الإسلامية المنوط بها نشر الدين الإسلامي إلى شعوب العالم كافة. فأقترح إنشاء قناة تبث من أوروبا بلغات أوروبا، وقناة من أمريكا تبث من أمريكا، تنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي، ويشرف عليها الأزهر الشريف. وشكرا يا فندم. شكرا لك. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لكن أتمنى هذا يعني. لكن المؤلم، المؤلم أن بعض الدعاء دون الدخول في تفاصيل يسيء استخدام هذه الفضاء الكوني من أجل التربح المالي، وأنا كنت أتمنى أن أطرح بحثي خيرا لي من أن أدير جلسة، لأني كتبت بحثا عن التربح بالنص القرآني في وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت كثيرين من المشتغلين بالدعوة قد حولوا صور القرآن بالكامل إلى ما يتعلق إما بإطالة العمر، إما بتنعيم الشعب، إما بعودة الشيخ إلى شبابه في فراشه، وهذا البحث منشور الحمد لله وهو موجود. من أراد أن يرى النبي فليقرأ كذا، من أراد أن يهدم بيت الظالم فليقرأ كذا، من أراد أن يعني يأتي بجبار عنيد ليسجد أمامه، مش عارف كمان جابها سجد أمامه من النبي صلى الله عليه وسلم رفض. أنا ذكرت 25 سورة، وكنت جامع 100 سورة، وذلك بتمنى أن المؤسسات الدينية أوقاف وأزهر وإفتاء تشكل لجان تجري حصر لأسماء المشتغلين أو المتاجرين بالدعوة على هذه الوسائل، لأنها في نهايتها والله لا تؤدي إلا إلى تشويه صورة الإسلام، بل قد تبرر للإلحاد. لما أقول لك اقرأ سورة كذا وضع الرقم المالي في ذهنك قبل أن تنام، وعند الصباح سيأتيك هذا المبلغ، اقرأ سورة كذا وقبل 7 أيام فإن دارك السوء سوف يخرج ولن يعود ولن يعرف طريقا للعودة. هذا تجارة، فإحنا
مش القضية قاضية شامل على ان احنا نعمل قناة بس، انا معاك، انما يا ريت احنا هنا في الداخل نتقي الله في هذه الوسائل ونحسن توظيفها ولا نتربح بها من طريق نشر ما يسيء الى الاسلام. انا بشكر السادة الزملاء على المنصة، بشكر السادة الحضور، وباسمكم جميعا بنكرر الشكر الى معالي وزير الاواف لأن وقتنا قد انتهى منذ دقيقة، فمعذرة لعدم الالتزام، وإن شاء الله نلتقي مع جلسة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.